بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول الحلقة 17 من برنامج دورة التصميم، وايه طبعا مش حلقة لكن تعديل بسيط كده. طبعا احنا كنا عملنا كيس اوف لود كومبينيشن وركينج والتيميت، ولكن هنعمل كيس اوف كومبينيشن اسمها وركينج فور شورت تيرم ريفليكشن، بنسميها وركينج فور شورت تيرم ريفليكشن، وناخد فيها الاون واي بتاع اون ويت فور شورت تيرم ريفليكشن وسكيل فاكتور واحد، لايف لود فور شورت تيرم ريفليكشن والسوبر ديد لود فور شورت تيرم ريفليكشن، ونقول له اوكي، ونعمل كيس ما وركينج فور لونج تيرم ريفليكشن، نقول له موديفاي، نقول له نختار طبعا الاون ويت بتاع اللونج تيرم ريفليكشن والسوبر ديد لود بتاع اللونج تيرم ريفليكشن واللايف لود بتاع الشورت اللونج تيرم ريفليكشن اللي احنا واخدين فيهم تاثير الكريب والشرينكج، وطبعا ده يبقى التعديل. وان شاء الله نتقابل بعد كده في الحلقه رقم 18 من دورة التصميم، وهنبتدي هنشوف هنطلع الرياكشنز ازاي والمومنت وشير على الكاميرات، وتبتدي نصمم بقى الاعمدة والاساسات بتاعتنا، وبعد كده نطلع على السقف نصممه. وطبعا ده كله هيكون ان شاء الله مدعم بالصور. وبعد دورة التصميم هنشوف هنستلم كل بند ازاي على حدة برضو مدعمة بالصور، وبعد كده هنحصر كل بند ونطلع النوتة الحسابية بتاعت الحصر للكميات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول له اوكي تمام، ونقول له